بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم كيف تعرض اعمالنا على الائمة الاظهار صلوات الله وسلامه عليهم هل تعرض اعمالنا على الامام الصادق عليه السلام على الامام الرضا على رسول الله صلى الله عليه واله نجد الكثير من الروايات الوارده عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تبين عرض الاعمال على الائمه صلوات الله وسلامه عليهم. الامام الصادق عليه السلام كانت تعرض عليه الاعمال في زمانه حيث كان يطلع على ما يفعله اصحابه وهم معه وهم معه ولكن الامام سلام الله عليه كان يطلع على تلك الاعمال ويشاهدها، لاحظوا هذه الروايه الغريبه التي تبين كيف ان الامام ينظر الى اعمال الموالين المحبين يقول داود الرقي حججت بأبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه فمررنا بواد من أودية تهامة دخلنا إلى واد في طريق الحج عندما دخلنا إلى واد من الوديان بعد ذلك يقول أنخنا أنخنا يعني جلسنا وأقمنا للاستراحة في ذلك الوادي يقول داود فصاح لي الإمام عليه السلام أرحل أرحل يعني قوم يا داود من هذا المكان أبعد نفسك وأرحل من هذا المكان المهم يقول داود فما انتقلنا من هذا المكان طبعا استجابة إلى قول الإمام الصادق عليه السلام مباشرة داود الرقي ارتحل من هذا المكان وابتعد من هذا المكان يقول ما هي إلا لحظات وإذا بسيل جارف قد جاء واخذ كل شيء. هنالك سيل اراد ان يجرف ياتي في هذا المكان في هذا الوادي واخذ كل شيء وذهب. يقول ونحن ننظر الى هذا الشيء ثم قال الامام سلام الله عليه يقول انا كنت اتصور انني سوف اموت في هذه اللحظات ولكن الامام سلام الله عليه آه الحمد لله ببركه اشاره الامام ابتعدت عن هذا السيل. فقال لي الامام سلام الله عليه تؤتى بين الصلاتين. حتى تؤخذ من منزلك لا تتصور أنت في هذا السيل سوف تموت هذا ليس وقت أجلك لا وإنما تؤتى بين الصلاتين يعني يدخل عليك الجلاوز الظلمة ويأخذونك من منزلك عنوة ويقتلونك في وقت بين الصلاتين يقول داود وقال عليه السلام له قال إن أعمالكم عرضت علي هذا هو محل الشاهد أن أعمال هذا الصحابي اللي هو داود الإمام سلام الله عليه يقول له يا داود إن أعمالكم عرضت علي شو وقت عرضت يوم الخميس يوم الخميس أنا شفت أعمال الظاهر الإمام سلام الله عليه كما أن أحدنا عنده جهاز ينظر فيه ويطلع على أصحابه كيف يفعلون وماذا قد نشروا في هذا اليوم أكو أخبار سارة أخبار غير سارة الإمام سلام الله عليه أيضا يمتلك مثل هذا الجهاز بل بل هو مطلع على كل شيء صلوات الله وسلامه عليه يقول الإمام لقد عرض علي عملك يوم الخميس شنو شفت يا ابن رسول الله يا سيدي يا مولاي ماذا رأيت قال فرأيت فيها صلتك لابن عمك فاد عمل خير انت مسويه الله سبحانه وتعالى صرف عنك هذا السيل وهذا الهلاك وهذا البلاء ببركة عمل بسيط انت سويته ما هو هذا العمل الإمام يخبره يقول له فرأيت فرأيت فيها صلتك لابن عمك قال داود نعم كان لي كان لي ابن عم الناصبي ناصبي ناصبي ناصب العداء لأهل البيت سلام الله عليهم وهذا في طريق الحج داود قبل أن يذهب مع الإمام في طريق الحج يقول مررت بهذا الناصبي اللي هو ابن عمي وانطيت شيء من المال أعطيته شيئا من المال يقول داود وكان لي ابن عم الناصبي كثير العيال محتاج فلما خرجت إلى مكة أمرت له بصلة فأخبرني بذلك الإمام الصادق عليه السلام أولا رحم ثانيا كثير العيال ثالثا ناصبي العداء لأهل البيت سلام الله يعني لا يحب أهل البيت سلام الله يعني مو بغض لأهل البيت ولكن رغم ذلك أنا رحت أعطيته شيء من الصلة الله سبحانه وتعالى نجاني من الهلاك والبلاء ورفع عني هذا البلاء. طبعا هذا هذه القصه البسيطه نستفيد منها امور. الامر الاول ان الامام سلام الله عليه يعلم بجميع الحوادث الكونيه التي ستجري على العباد، هذا واحد. الامر الثاني العلم بالمغيبات. الامام سلام الله عليه يعلم متى يموت فلان بل يخ... بل اخبره الامام سلام الله عليه ان الجلاوز سوف يدخلون عليك في بيتك في الوقت الفلاني هذا ليس وقت وفاتك يا داود الامر الاخر اعزائي ان الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء عن الانسان حتى لو كان بالامر اليسير تتصورون الصدق مقدار يسير من المال ولكن الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء عن الانسان يدفع الموت عن الانسان ببركه صدقه بسيطه يسيره يخرجها هذا الانسان مساله عرض الاعمال هنا يقول الامام الصادق عليه السلام ونحن نتبرك بذكراه صلوات الله وسلامه عليه يقول تعرض الاعمال على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعمال العباد كل صباح كل صباح بعدين يقول ابرارها وفجارها يعني الانسان المؤمن والانسان غير المؤمن في كل صباح النبي الاكرم صلى الله عليه واله ينظر اليها ليست بالصعب هذا الشيء ليس بصعب هذا شيء مو صعب على الائمه سلام الله بل هو يسير كما يعبر القران الكريم يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الله ينظر الى العمل النبي ينظر الى العمل وكذلك شنو المؤمنين اللي هم اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ايضا ينظرون الى الاعمال ثم يقول الامام الصادق عليه السلام فاحذروها احذروا هذه الاعمال التي تعرض على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ثم يقول الإمام في رواية لسماعة: يقول: ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ طبعا السامع عندما يسمع هذا الكلام يقول شلون احنا نسيء إلى رسول الله؟ كيف نسوء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمان يختلف عن زماننا كيف نحن في هذا الزمان نسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يجيب الإمام الصادق عليه السلام يقول أما تعلمون أن أعمالكم تعرض على رسول الله الأعمال تعرض على رسول الله فإذا رأى فيها معصية ماذا يفعل؟ النبي الاكرم صلى الله عليه واله اذا راى معصيه قال ساءه ذلك فلا تسوءوا رسول الله وسروه وسروه وهذه ملاحظه رائعه من الامام الصادق عليه السلام يشير بها الى مساله تجسم وعرض الاعمال وكيف ان الانسان المؤمن لابد ان يجعل في ذهنه ان كل عمل يعمله من الصباح الى المساء في هذا المجال روايات كثيرة طبعا في رواية كل صباح في رواية كل اثنين في رواية كل خميس لذلك كان الرسول الاكرم ودأب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن يصوموا كل اثنين وكل خميس حتى تعرض الأعمال عليهم وهم صيام إذا حقيقة في هذه القصة المباركة هنا توجد مواعظ كثيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أحكامه ويعرفنا حلاله وحرامه وأن يرزقنا من بركات أهل البيت ويتحفنا بنعمه أنه سميع مجيب الدعاء وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين